هندخل الشقة الأمامية، دي الشقة الخلفية قصدي، هندخل أول الشقة الخلفية. الريسبشن والخلفية بتطل على شارع، على جنينة. وادي البلكونة بتاعتها، بحرية، وقدامها شارع اهو، قدامها شارع بحرية. وادي جنينة العمارة، نبتدي ندخل الأوض. هذه الطرقة المؤدية إلى الأوض والحمام والمطبخ. على الشمال كده ده المطبخ، جميل ومربع واسع، بس الدنيا ظلمة شوية. وبعدين يجي على اليمين حجرة وتفتح على البلكونة، وممكن تضم البلكونة إلى الحجرة. ضم البلكونة الحجرة هيبقى مساحتها معقولة جدا، جزء من البلكونة يضم إلى الحجرة. وبعدين على الشمال حمام، وبعدين غرفة تانية على اليمين، بتطل على الجنينة، بحرية جدا، بحرية 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 صرف يعني. وبعدين الغرفة التالتة، ودي غرفة ماستر بحمام، مساحتها كبيرة. هنبدأ من الغرفة من أولها كده، وأدي الحمام أهو واضح في الغرفة. وأدي في جزء هنا ممكن يستغل، بتطلع الجنينة، وأدي الحمام، حمام داخل الغرفة، حمام ماستر. دي بقى الشقة اللي